طيب يعني ايه، طيب ازاي حضرتك مثلا الاب والام يتعاملوا ازاي مع المشكله دي، ان هم ما يكبروش المشكله عنده ولا ان هم يتجاهلوها؟ اول حاجه الاول نشوف تفاعل الطفل. تفاعل الطفل مش بس مع الاب والام، تفاعل الطفل مع اطفال زيه. يعني مثلا بيعرف يتفاعل في الحضانه ولا دايما واخد جنبه وبيلعب لوحده، بيتفاعل مع المدرسه بتاعته ولا لا، بيتفاعل مع والدته ووالده ولا لا، بينفذ اوامر ولا لا. يعني ممكن الطفل ما بيتكلمش ولكن بينفذ اوامر، هات الريموت بتاع التلفزيون، يروح جري يجيب الريموت بتاع التلفزيون. التواصل البصري بتاعه، يعني لما حضرتك بتكلمه بيبص في عينك ولا لا، فاهمني حضرتك ازاي؟ ففي حاجات تطمني، فاهم ازاي؟ ابتدى لا الطفل بيلاغي، في حاجات ابتدى يطلعها، ما بيطلعهاش بشكل سليم بس ابتدى يقول كلمات. يعني مثلا هو عربيه مثلا، اول ما هيبتدي يتكلم اكيد مش هيقول عربيه بس ممكن يقول لك بيه، هي بتاعتي، ابتدي الكلمات الفرديه يبتدي يعملها جمله من كلمتين، فيبتدي يبقى في تطور. انا شايفه ان الطفل بيتطور، مش اكتسب حاجه ووقف، او اكتسب لغه وبعد كده ابتدى يفقدها. يعني كان بيقول بعض المفردات وبعد كده نسيها الطفل مثلا. نسيها، كان بينادي على باباه، كان بينادي على مامته، يقول باي، يقول امبو، وبعد كده ما بقاش بيستخدم. انا اخليه ازاي يفضل يستخدم الكلمات دي؟ بان انا بزود له، انا دايما بتكلم مع الطفل بتاعي. الطفل مش التلفزيون او الالعاب الالكترونيه ليست وسيله تعليميه في المراحل الصغيره، لا. اهم حاجه ان دايما ان انا العب مع طفلي واتكلم معاه، بمعنى كل حاجه قدامه بشرحها له. يعني شاف قطه، ايه ده قطه، بص قطه، فهمت؟ قطه، قطه كبيره، قطه صغيره، ابتديت ادرك وانبهه لحاجات معينه وابتدي اعلمها له بطريقه الكلام. لازم الام تبقى قاعده مع طفلها وبتتكلم معاه كتير جدا اكنها طفل كبير قدامها، بس بمراعاه اللغه المستخدمه. بمعنى يعني يعني ليه لغة مثلا هي قريبة مش منه؟ طبعا قريبه منه بحيث ان هو يفهمها. تاني حاجه دايما نتكلم على حاجه قدام الطفل، يعني ما ينفعش ان انا بتكلم على قطه والطفل ما فيش قطه قدامه، فاهمني ازاي؟ الالعاب البسيطه اللي الطفل كان بيلعب بيها، الحيوانات، الخضار والفاكهه، هي واقفه في المطبخ مثلا بتعمل سلطه او حاجه، قاعده بتقول له هات الطماطم، هات الخيار، يلا هنقشر، يلا هنقطع، مش عارفه ايه. فابتدي ان انا في نفس الوقت هو بيساعدها، في تواصل بيني وبينه، في لغه بيني وبينه، فبالتالي هنا الطفل بيبتدي ادراكه يزيد ويبتدي يبقى عنده حصيله لغويه. ما ينفعش تبقى كل لغتي مع الطفل امر، لان الامر بينفذ. يعني بمعنى ايه؟ اغسل ايدك، هو غسل ايده، فين التواصل هنا؟ صح. طيب